طيب الإشادة دي معناها إيه يا أستاذ إبراهيم؟ يعني معناها أنت أهلاوي، إذن أنت محظوظ. يعني مين حتى اللي قالها بقى؟ الأشقاء العرب خلصوا للمسألة دي، يا حظك يا سعدك يا يعني أهلاوي، لأنك مبدئيا عايش بنفسية مستريحة شوية. الأهلي يخلص الناس من أمراضهم النفسية، الأهلي يضمن تكوين الشخصية الهادية شوية. ده مش رأينا على فكرة، ده عامر عبد الله المعلق السعودي في قناة، أو المعلق في قناة السعودية الرياضية. هي ميزة إن أنت تبقى أهلاوي إيه؟ نسمعه. التايمينج والبوزيشن هذه من الامور مهمه جدا في انطلاقه الكوره. طبعا هذا الاخراج المصري لازم كذا يظبط ويطلع واحد اثنين كذا في المدرجات. حلو لما يطلع لك طفل وتشوفه، وطفل يبدا ومن صغره وهو اهلاوي. يعني اذا بدا من صغره انه هو اهلاوي، ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله الامراض النفسيه بعيده عنه، والسكري بعيد عنه، والضغط ايضا ان شاء الله بعيد عنه، بعيد عنكم كلكم، لكن الاهلي بيساعد على صحه افضل. هذه الكره اللي اصيب فيها قاسمي.